السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الخطباء فضيلة الشيخ يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة، مثلا إذا كان الظهر يؤذن على 11 مثلا و55 دقيقة، يدخلون مثلا الدقيقة 40، 11 الدقيقة 40، فما الحكم حينئذ سواء صلوا كانت الخطبة ربع ساعة أو 10 دقائق أو أكثر؟ يعني يدخل المسجد ويجلسون؟ نعم، لا يبدأ بالخطبة. يبدأ بالخطبة يعني؟ نعم، يعني أنه يخطب قبل دخول الوقت. نعم، هذه المسألة يعني الشروع في الخطبة والصلاة يوم الجمعة قبل الزوال فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز حتى تزول الشمس، ومنهم من قال إنها تجوز. والصحيح أنها تجوز قبل الزوال بساعة أو نصف ساعة أو ما أشبه أو ما قارب ذلك، ولكن الأفضل بعد الزوال، الأفضل بعد الزوال حتى عند القائلين بأنهم يجوز أن تتقدم بساعة ونحوها، وذلك لأن المؤذن إذا أذن وسمعه من في البيوت فإنهم ربما يتعجلون فيصلون الظهر فيحصل بذلك غرر للناس. ثم إن زوال الشمس بالاتفاق شرط لإيقاع صلاة الجمعة على وجه الأفضلية، لكن من العلماء من أجاز التقديم على الزوال ومنهم من لم يجز، لكنهم متفقون على أن تأخيرها حتى تزول الشمس أفضل. معنى ذلك لو صلى قبل على الرأي الذي يقول بجوازها قبل الزوال، لو صلى قبل الزوال فلا بأس، لكن بزمن قريب.